السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة 1893 سويسرا عملت أول مدرسة في العالم بتعليم السياحة والفنادق وإدارة الأعمال في الفنادق الخمس نجوم والسبع نجوم وما فوق. ومن يومها وسويسرا خدت اسم جامد جدا وشهادات ليها قيمة في كل أنحاء العالم. ليه؟ عشان الكواليتي عندهم مظبوط، الدراسة عندهم ممتازة، الشغل، تعليم السيرفيس، تعليم الإدارة، إدارة الأعمال، الفن الطهي. بتلاقي في المدرسة دي حوالي 80 جنسية. ليه سويسرا أرخص مع أن سويسرا معروفة أن هي غالية؟ هنا في الحتة دي سويسرا بتلعب على سمعة بلدها. الدراسة بتبقى رخيصة، الإقامة غالية شوية، بس في عملية السياحة والفنادق دي زبطوها شوية، لأن مش كل واحد يقدر يدفع المبلغ اللي هم طالبينه. المهم لما لقوا الناس ده من زمان بتيجي تتعلم هنا وبيضمن لك وظيفة في فندق محترم جدا وبتبدأ حياتك بعد كده وبتشتغل وبتعوض كل اللي انت دفعته او اهلك دفعوه. انا مش عاوز احط مدارس كتير النهاردة، احط لكم 5 تحت في اللينكات تحت عشان تخش وتشوف الصور وتشوف الفيديوهات، لان دي مش من حقي ان انا اخدها. حقوق الطبع طبعا، الطبع والنشر هنا في احترام، لكن انا هكلمكم عن الدراسة. يعني الدراسة هنا بزي اي دولة عربية، اللي هو بتقعد في المدرسة وفي مدرس قدامك وبيقعد يلقن وانت لازم تحفظ. لا، الدراسة هنا بتبقى مجموعات وبيتكلموا وتشاور مع بعض. بعد ما بتبدأ وتخش المدرسة وبتشوف هنا ان سويسرا فيها 4 لغات، في مدرسة في لوزان ودول بيتكلموا اللغة الفرنسية، في مدرسة في لوسان ودول بيتكلموا اللغة الألمانية. الدراسة والتدريب هيكون بين المحافظتين، شوية في لوزان وشوية فين؟ في لوسان. هتسمع في لوزان الفرنساوي، هتسمع في لوسان الألماني، هتبدأ تتعلم لغات، ودي الميزة هنا في سويسرا. زائد كل اللي معاك ما بيتكلموش ألماني ولا فرنساوي، بيتكلموا إنجليزي، الا طبعا لو في جان ناس كان من فرنسا هتتكلم فرنساوي طبعا او الافريكان كده. لكن الدراسه هنا في السياحه فنادق ممتعه جدا. انا عملت كذا يعني لقاء مع ناس بس مش عايزين يطلعوا في الانترنت، يعني فهموني، قالوا لي المعامله هنا طبعا فوق الوصف، في منهم عرب كتير من دول الخليج وكده، قال لك كل اللي اتعلمناه هناك انسوه. دي نصيحه، عشان هنا انت هتتعلم كل حاجه من اول وجديد. التعليم في سويسرا هرمي، يعني هيبدأ من تحت لحد فوق. يعني انت حضرتك هتيجي هتشغل كل حاجة من من الباب للنظافة للسيرفيس للمطبخ للغرف للريسبشن للكمبيوتر، حجوزات تليفون، ايميل، تنظيم حفلات، تنظيم ايفنت، تنظيم افراح، تنظيم كل حاجة، كل حاجة. الطاولات ازاي بترص، الكوبايات بتاعت ايه، الكاسات دي بتاعت ايه، السمك ليه شوكه وليه معلقه وليه سكينه تانيه، والصوصه ليها سكينه ومعلقه. شغل، علم، علم. هتتعلم كل حاجه. بيبقى تيم، تملي بيبقى تيم ورك هنا في سويسرا التعليم. بعدين بتتنقل بقى من فندق لفندق، والدراسه هنا مش كل يوم نظري، لا. على قد ما هي غاليه هيبقى ايه؟ في عملي، والعملي ده بتاخد عليه فلوس. دي برضو حاجة كويسة. مدارس السياحة والفنادق عاملين حاجة كده كومباكت كده كويسة، اللي هو ان انت هتنام وتاكل وتشرب وهتتعلم في المدارس دي عشان يوفر عليك الوقت وكل حاجة. حاجة اسمها كامبوس، كامبوس يعني مكان للشغل والعمل والنوم وكل حاجة. في مدارس هنا بتبدأ من التكلفة بتاعت الأكل والشرب والنوم والدراسة بتكلف 30,000 فرنك في السنة. دي أول سنة.
تاني انت في اول سنه دي برضو هتنزل عملي. العملي لما تروح تشتغل في لوغندا بتاخد من 1500 ل 1800 في الشهر، بتروح يوم واحد المدرسه وبقيه الايام بتروح الشغل. يعني في دفع وهتاخد فلوس، خلي بالك من الحته دي. كده عرفنا ان السنه بتكلف 30,000 فرنك، دي اقل حاجه. في اللي هي الحاجات بقى العاليه قوي دي بتوصل ل 150، بتوصل ل 150,000 فرنك في 3 سنين. دول بقى اللي هم ايه يعني فوق الطب يعني، ده بيبقى بقى وظائف بقى في مراكز جامده جدا وبيت ابيض وملكه انجلترا وحاجات زي كده يعني. دي الحاجات اللي هي العاليه قوي. غير كده بتكلف من يعني تقريبا من 80 ل 90,000 في 3 سنين، بس طب طبعا هتجيبهم يعني. وزي ما فهمتكم العملي بتاخد عليه فلوس. كده عرفنا احنا ثمن السياحه والفنادق قبل ما تعمل اي خطوه. البلد اللي انت عايش فيها بتكلم السفاره وبتقول لهم الشهاده اللي معاك هل دي معتمده ولا لا هنا، عشان دي مهمه جدا، اعتماد الشهاده من بلدك في السفاره السويسريه دي بتفتح لك الطريق. زائد الموقف المالي، ان انت بتبين ان مثلا انت هتصرف على نفسك او عيلتك هتساعدك بقد كده، ده مهم جدا. طبعا الورق اللي بعد كده معروف، الباسبور وصور وترجمة الشهادات. زي ما فهمتكم لو انت رايح منطقة فرنساوي ترجم فرنساوي، رايح حتة ألمانية ترجم ألماني عشان تسهل الدنيا عليك، برضو عن طريق السفارة، واسأل السفارة أني مكتب معتمد عندكم عشان ما حدش ايه يوجع لك دماغك. العيشة هنا مهما اوصف لك هنا الطبيعه عامله ازاي والجمال والنظافه مش هتصدقني. لما تيجي ان شاء الله ونشوف بعض كده ان شاء الله في سويسرا هتعرف ليه سويسرا الشهادات بتاعتها عاليه جدا. طريقه الدراسه هنا دي لوحدها علم، اذا كان بقى في المطبخ او في الاداره او في السيرفيس بتتعلم كل حاجه وبتشتغل كل حاجه. دي اللي هي السياحه والفنادق. اللينكات هتلاقوها تحت في الفيديو ان شاء الله. واتمنى ان يعني اكون وضحت لكم شويه من السياحه والفنادق، لان مجالها كبير جدا. هي ما بقتش سياحه وفنادق بس، هي بقت سياحه وفنادق واداره اعمال وكده، لان انت بتنظم ايفنتات كبيره، بتنظم حفلات كبيره، ممكن بيكون بره الفندق، بتبقى لازم تعرف انت محتاج ايه، واضاءه ومين اللي جاي وكراسي قد ايه وطاولات وترابيزات وفرش وكوبايات وشوك وسكاكين وميكروفون وحاجات كتير جدا عشان تنظم ايفنت، ومصور واضاءه والبارك بلاكس اللي هو اللعبات هتركن فين، والحاجات دي كلها دراسه لازم هناك بتتعلمها. ان هنا مفيش حاجه للصدفه، هنا مفيش حاجة متروكة للصدفة، كل حاجة هنا علم ودراسة وكتابة. عندي 100 فرد جاي، أبقى أنا أعمل حسابي في كذا، الأكل هيكون إيه، في ناس عندها ألرجي، عندها حساسية من الأكل، لازم تسأل مين اللي جاي، مين عنده حساسية من السمك، مين عنده حساسية من اللبن، مين عنده حساسية مش عارف من إيه. هي دي سويسرا. وفي دلوقتي في سويسرا كتير جدا ما بياكلوش، بقوا نباتي وفيجيتاريش يعني عملية الأكل هنا برضو دي برضو يعني علم، ما بقتش يعني أطبخ وخلاص، لا لا، فبقى علم ودراسة، ودراسة جامدة، وبتتدرب على إيد ناس طبعا مغدين نجوم، ستار كوخ يعني زي بيقولوا عليهم هنا، يعني مغدين نجوم، يعني المطاعم بتاعتهم مشهورة جدا، ودول بيجوا مدرسين في الكليات وفي المعاهد. زي ما فهمتكم السعر من 30,000 فرنك في السنة إقامة كاملة، لو أنت هتقعد إقامة بره أغلى، خلي بالك يعني، وفي أغلى من كده. فأنتوا الأول بس هنبدأ نشوف الأول إيه المقدرة المالية، زائد حاجة مهمة جدا الإنجليزي. المجموع هنا عندنا إحنا هنا أكبر درجة 6 في سويسرا، حضرتك لازم أو حضرتك تجيبي
تكوني جايبة 5 أو 5.5 في الإنجليزي. يعني لو الإنجليزي 100 يعني احنا بنتكلم في 95 و97% من الإنجليزي. ده مهم جدا. الحاجات اللي بنروح عليها دي معلومة لوجه الله كده عشان تسهل الأمور عليك وتمشي. في بعد كده فيديوهات تانية عن حاجات كتير برضو لسه الهندسة، يعني الهندسة دي فيها فروع كتير جدا. بس زي ما انتم فاهمين الوضع برضو احنا ده تاني اسبوع بعد كورونا، برضو لسه الدنيا مقفولة شوية، مش يعني مش مفتوحة قوي، يعني لسه شوية ان شاء الله. انا طبعا احسن ليا ان انا اقدم فيديوهات من داخل الجامعة، لقاء مع بروفيسور، لقاء مع دكتور، لقاء مع طالب، لقاء مع مدرس، بتفرق طبعا كتير. في اخر الفيديو بتمنى لكم يوم سعيد وافطار شهي بعد شوية انتوا عندكم، احنا عندنا هنا لسه بدري شوية. وكل سنة طيبين. عمر منصور، السلام عليكم. سوسة بالمصر، مع السلامة.